روسيا تلاحق الوحوش الغربية سلاح الناتو الثقيل الذي دخل أوكرانيا لدعمها في هجومها المضاد. وزارة الدفاع الروسية استعرضت وبصور فيديو دبابات ليوبارد الألمانية ومركبات برادلي الأمريكية، قالت إنها حصيلة غنائمها في أوكرانيا استولت عليها في معركة مع القوات الأوكرانية في دونباس. وأمام هذه التطورات خرج وزير الدفاع الألماني ليؤكد عدم قدرة بلاده على استبدال دبابات ليوبارد 2 المتضررة في الميدان الأوكراني. وعليها تنتهج موسكو استراتيجية توسيع ضرباتها وتكثيفها ضد المنظومة الغربية المقدمة إلى كييف، بعد أن أعلنت في وقت سابق أنها أهداف مشروعة. وأصابت منظومة باتريوت الأمريكية وأسقطت صواريخ بريطانية قرب لوغانسك. وفي إطار تكثيف الضربات على مخازن الأسلحة الغربية ومواقع انتشارها في أوكرانيا، دمر الجيش الروسي راجمة الصواريخ الأمريكية هايمرس ومستودعات لصواريخ مضادة للسفن من طراز هاربون. ويرى خبراء عسكريون أن وقوع أسلحة غربية بيدي روسيا يعد مكافأة لها، حيث ستمكنها من اكتشاف خبايا التكنولوجيا الحربية الغربية بما فيها الأمريكية، وذلك على الرغم من أن القوات الأوكرانية تحرص وفق مصادر روسية في حال محاصرتها على تدمير الأسلحة الغربية حتى لا تقع بين يدي الجيش الروسي. من جانبها كشفت تقارير أمريكية أن موسكو أرسلت أسلحة قدمتها الولايات المتحدة وحلف الناتو لأوكرانيا إلى إيران، وتعتقد واشنطن أن طهران ستحاول إجراء تحليل هندسي للأنظمة من أجل صناعة أسلحة مشابهة. وبحسب المصادر فإن الجيش الأوكراني ومنذ بداية الحرب يقدم للبنتاغون تقارير دورية بأي خسائر في المعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لقواتها.